رحلة قطار الغنائية اليوم يحل عليها ضيف عزيز علينا جدا ونحبه كثير، وأنا دايما أسميه صاحب الكلمات الرقيقات اللي فاز بجائزة أفضل شاعر. أكيد عرفتوه، الشاعر شيخ إدعيج الخليفة الصباح. دخلنا عليه بكابينته وشفناه وايد مستمتع بالرحلة وأجواءها، وحبينا ندردش شوية معاه. فينا أبو خليفة؟ ألو، الله بالخير. الله بالنور، يا هلا بك. طبعا أستاذ غادة، أنا يشرفني أكون في القطار معاكم ضمن هالكوكبة والصف الحلو مكونة من الأستاذة ميل أيدان وأنت أستاذ غادة سراج والكابتن القبطان محمد شراغ. الصراحة يخليك، وإحنا نقول لك أسعد الله مسا عيونك أبو خليفة، ويا هلا بك على متن قطار الغنائية، وإن شاء الله تكون مستمتع معانا. أكيد والله يسعدني بهذا الجو الحلو، وإن شاء الله يكون مستمعين كلهم مستمتعين معكم الصراحة. وياك يا رب. بخليفة، شنحي آخر أخبار السينما الكويتية، وهل هناك أشياء حلوة تستاهل العنوة، وخاصة أن حنا على أبواب الويكند والناس أكيد حابة تعرف شرح ينزل من أفلام خلال الويكند وترتب جدولها؟ طبعا أكيد محطة القناة العربية أو قطاع الغنائية راح يكون لها الصدق إن شاء الله، لأننا نحط إعلاناتنا إحنا يوم الأربعاء في جميع وسائل الإعلام. فأفلامنا إن شاء الله حق باكر هي عبارة عن 5 أفلام منوعة بين الأكشن والرعب وفيلم أطفال وفيلم فك مفترس. فالفيلم الأول إن شاء الله راح يكون بعنوان Resident Evil، هو فيلم رعب أكشن يعتمد على الإثارة من أول فيلم لآخره. أما الفيلم الثاني هو بعنوان Open Water، أو هو الفك المفترس. والسابقة الأولى سبقات أن هذا الفيلم ينعرض لأول مرة في الشرق الأوسط في الكويت إن شاء الله، فالكويت صباغة في عرض هذا الفيلم مع أمريكا. أما فيلمنا الثالث هو فيلم بعنوان The Monsieur Candid، هو فيلم لديزل واشنطن، كذلك الكويت هي الصباغة في عرض هذا الفيلم في الشرق الأوسط. حلو. أما الأطفال طبعا إحنا ما نسيناهم هذا الأسبوع، حطينا عليهم فيلم جدا رائع تم تصويره في أفريقيا بعنوان Two Brother، فيلم أطفال مدته 1.5 ساعة يناسب جميع الأعمار بالنسبة للطفل ويناسب أولياء أمورهم. أما الفيلم الأخير هو لعشاق الأفلام الرومانسية الكوميدية، فيلم بعنوان ريزن هيلين، فهذا الأفلام الخمسة اللي إن شاء الله راح تكون باشر في جميع دور السينما إن شاء الله. حلو حلو. طيب وخليفة، ما هي نوعية الأفلام اللي يكون عليها إقبال كبير من قبل الجماهير؟ هل الرومانسية ولا الأكشن ولا الرعب أو غيرها مثلا؟ في اختار الجمهور جمهور خطير، خاصة الجمهور الكويتي المتواجد في أرض الكويت، فدائما منوع. يعني في مرات الأسابيع كانوا يعشقون الأفلام الكوميدية، ومرة يذهبون إلى الأفلام الرومانسية، ومرات كثيرة يعشقون الأفلام الهندية. فهو التنوع بحد ذاته يساعد الجمهور إنه يختار اللون اللي هو يبي، خاصة أن الإنسان يعني مودة من كل أسبوع غير المودة في الأسبوع الثاني. صحيح. فمرة يشتي روح كوميدي، مرة يشتي يكون رومانسي، مرة يبي يشوف أفلام أكشن. فهذا التنويع اللي احنا لجأنا له في شركة السينما عشان نرضي كافة أذواق الجمهور. طامرج، صحيح. كلمة أخيرة للشيخ دايج الخليفة الصباح يحب يقولها من خلال قطار الغنائية. طبعا أقول حق الجمهور إن شاء الله يكونوا راضين عن السينما الكويتية الوطنية، وإن شاء الله قطاركم ما يتوقف في أي محطة، دائما ماشي وراضي جميع أذواق الناس. يعطيكم ألف عافية. يعافيك ويخليك يا ربي معانا. شكرا لك أبو خليفة، وشكرا على هالمداخلة الطيبة، ونتمنى لك رحلة طيبة، وكل الشكر على رحابة صدرك بصراحة وطيب كلامك، وراح نخليك تستمتع بالرحلة معانا وتزور كل البلدين العربية اللي راح نمر عليها. وطاقم قطار الغنائية غادة ومي ومحمد يتمنوا لك رحلة سعيدة. بون فوياج على متن قطار الغنائية. شكرا ومع السلامة. مع السلامة.